تحتوي أجهزة الحواسب المكتبية والحواسب المحمولة واللوحية والهواتف الذكية على مكونات إلكترونية مماثلة. في كل جهاز من هذه الأجهزة توجد وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات وبعض وحدات الذاكرة وما إلى ذلك. حجم أو شكل هذه المكونات الإلكترونية يختلف من جهاز إلى آخر، لكن كلها تولد الحرارة عند الاستخدام. ولكن لماذا تحتوي الحواسب المكتبية والحواسب المحمولة على مراوح للتبريد في حين أن الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية لا تحتوي عليها، على الرغم من أنها تولد الحرارة أيضا؟ مرحبا بكم في فيديو آخر. كل هذه الأجهزة تحتاج إلى التبريد، خاصة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، ولا شك في ذلك. لكن السبب في أننا نرى مراوح فقط في الحواسب المكتبية والحواسب المحمولة هو أنها تولد حرارة أكثر بكثير من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وفي الوقت الحالي فإن الطريقة الأكثر فعالية لنقل الحرارة من وحدات المعالجة إلى الخارج هي استخدام المراوح. بالطبع أقوم بتبسيط الأمور هنا لأن كفاءة التبريد تعتمد أيضا على أشياء أخرى، مثل المواد المستخدمة في المبدد الحراري وشكله، والمواد المستخدمة في المعجون الحراري وجودته وما إلى ذلك. لكن كل هذه الأشياء لا يمكنها أن تفعل الكثير بدون مراوح. وهذا النوع من التبريد الذي يستخدم المراوح يسمى التبريد النشط. النوع الآخر من التبريد يسمى التبريد السلبي ولا يحتاج إلى مراوح. هذا هو التبريد المستخدم في الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وهو يسمح بنقل الحرارة بشكل طبيعي. لذلك بدلا من وضع مروحة فإن الجهاز مصنوع من مواد تنقل الحرارة بسهولة من وحدات المعالجة إلى الخارج. وهذا هو السبب في أن الهاتف بأكمله يصبح دافئ عند تشغيل لعبة، فيتم نقل بعض الحرارة إلى الهواء وبعضها إلى يديكم. بالنسبة للأجهزة الصغيرة التي لا تولد الكثير من الحرارة وذات طاقة محدودة، يعمل التبريد السلبي بشكل جيد للغاية، وذلك لأنه لا يتطلب مساحة للمروحة ولا يحتاج إلى طاقة للعمل، ويمكنه أيضا إبعاد الغبار. أما بالنسبة للأجهزة الكبيرة فإن التبريد النشط هو الحل المناسب للتبريد، لكنها حتما تجمع الغبار بمرور الوقت. والغبار التي تتراكم بداخل الحاسوب تصبح عازلا حراريا ويصبح التبريد صعب، ونتيجة لذلك تعمل المراوح بشكل أسرع وأعلى صوتا، بينما الحاسوب يصبح بطيء لأنه لا يستطيع العمل في درجات حرارة أعلى. لذلك يجب تنظيف أجهزة الحاسوب المزودة بمراوح من وقت لآخر. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيدا اضغطوا على لايك واشتركوا للمزيد من الفيديوهات. وإذا كان عندكم أي سؤال أو شيء للإضافة ضعوا تعليق. شكرا على دعمكم وشكرا على المشاهدة.